السماء أكبر من يقول الله أكبر، لأنه يعتقد السماء أكبر من ربنا، وده كله باطل. ولو أصلا ربنا سبحانه وتعالى يحل في مكان في السماء، ربنا قال إذا السماء انشقت، لما تنشق أها الله يذهب وين، والسماء تطوى الله يخرج منها، كل ذلك باطل. لأنه جماعة ما سوى الله مخلوق، رب سبحانه وتعالى صفته أنه خالق لكل شيء، ويتصف بالعلو والفوقية قبل خلق الخلق. لأن صفة العلو، العلو أقول ينقسم إلى قسمين، علو حسي حقيقي وعلو معنوي مجازي. العلو الحسي الحقيقي كون الشيء فوق الشيء، ودي مناسبة وعلاقة بين جسمين، دي محال على ربنا، لأنه لو وصفنا بالعلو الحسي الحقيقي يلزم المشابهة للمخلوقات، ودي منفية بالآيات السابقة. لكن العلو المعنوي المجازي ده يسمى عند أهل السنة بالعلو المطلق. العلو المطلق ده العلو المعنوي المجازي، يعني المرتبة، المنزلة، نفاذ القدرة، جريان المشيئة. والدليل قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، يعني نزه اسم ربك الموصوب بالعلو، هو موصوب بالعلو، الموصوب بالعلو ده الذي خلقه قبل ما يخلق الخلق، العالم، السماوات، الأراضين، العرش، الأمكنة، الأزمنة، الجهات الستة، يمين، يسار، أمام، خلف، فوق، تحت، قبل ما يخلق كل ذلك هو موصوب بالعلو. طيب ده هل علو حسي حقيقي؟ لا، علو معنوي مجازي، لأنه لا مكان ولا زمان ولا جهة ولا عالم. سبح اسم ربك الأعلى، وليعضد إنه ممكن العلو يكون معنوي مجازي، ما أمر حسي حقيقي. القرآن قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان مفسدين. طيب علا فرعون ده كان ماشي مع الناس في الواطة على الأرض، يقول لك والله فلان ده اللي عندي مدعالي شوية وماشي معاك، لكن تكبر وتجبر. يبقى هنا العلو علو في الصفة ما علو في الذات، يعني ربنا مش ذاته فوق المخلوقات والمخلوقات تحته، هذا باطل. لأنه قال الإمام علي بن أبي طالب كما في نهج البلاغة، يعني ليس في الأشياء بوالج ولا عنها بخارج، الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. وأهل السنة عندما يعبرون بكلمة البينونة بائن عن خلقه، كلمة بائن تأتي عند أهل السنة والجماعة، جماهير الفقهاء والمحدثين مفسرين وأهل اللغة وغيرهم، كلمة البينونة تعني عدم المشابهة. يقول لك الألوان دي فيها تباين، اللون ده يباين ده، يعني ما بيشبهه. يبقى الله بائن عن خلقه، يعني لا يشبه المخلوقات. أو البينونة تأتي بمعنى أنه كما قال ابن خلدون غيره لا داخل العالم لا خارج العالم، لأنه لو داخل العالم بيكون محصور، والمحصور معناته جسم، يلزم من ذلك المشابهة وهي منفية، ولو خارج العالم بيكون محدود وده برضه يلزم منه المشابهة ودي منفية بمحكم القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ابقى بائن عن خلقه، ما تفتكر انه الله فوق وفي مسافة بينه وبين الخلق، دي عقيدة فاسدة. البينونة يا عدم المشابهة يا لا داخل العالم ولا خارج العالم، ودي سليمة. العالم ده خلقه الله،